السلام عليكم انا محمد دومير واليوم راح نحكي على دوناتوس دوناتوس العظيم ابن هذه الارض العظيمه وقصته مشوقه جدا لانه حر ابن حر وعلى حقه بين تعرض تاريخه للطمس لكن انا تقفيت اثره وعرفت قصه حياته كامله هذا الموضوع يعتبر تلخيص لاول كتاب يجمع القصه الكامله لدوناتوس العظيم لمؤلفه محمد دومير وراح نخلي لكم رابط الكتاب للي يحب يقرا القراءه المطوله نحن الآن في القرن الثالث ميلادي هذا الأرض محتلة من الإمبراطورية الرومانية وكانت الجزائر في ذاك الوقت تسمى نوميديا المسيحية وصلت الروما والشمال أفريقيا وانتشرت بين الناس وفي أرض نوميديا جنوبا في منطقة تسمى في ذاك الوقت بالسرياني ولا أدما واليوم اسمها بلدية نجرين ولاية تبسة ولد دوناتوس العظيم سنة 273 ميلادي من أب وأم بربريين كلاهما كان يعمل في حقول الزيتون. لكن دوناتوس كان نابغا في القراية من صغره يحب يشري الكتب من كل الأنحاء ومن قرطاج خاصة وتعلق بالدين المسيحي حتى أصبح أسقفاً لكنيسة نجري إلا أنه ذات يوم تولى العرش في روما إمبراطوراً وثنياً لا يؤمن بالمسيحية ويشوف بأنه هو في حد ذاته إله وأنه تمثاله لازم يعبد هذا الإمبراطور اسمه ديقليانوس. ديقليانوس أمر جنود روما في كل أوروبا وفي أفريقيا بأنهم يحرقوا الكتاب المقدس وأنهم يغلقوا الكنائس ويمنعوا كلياً. الممارسات الدينية المسيحية وأساقفة روما والبابا استجابوا طوعا وارتد الكثير منهم على الدين المسيحي وبعضهم أصبح يمارس تقية أو العبادة السرية ونفس الشيء في قرطاج اللي كانت عاصمة الوجود الروماني في أفريقيا كلها أسقفتها أيضا سلموا كتبهم المقدسة للجنود حرقوها وأعلنوا أنهم على دين الإمبراطور لكن صاحبنا دوناتوس في نجرين كي الخبر قال لا أنا نشوف أنه الإنسان يموت في سبيل دينه وخير ما يرتد ولا يحرق الإنجيل وسافر قسنطينة والتقى بأساقفتها وأسقف ميلا وأغلب الكنائس تاع ميديا والقام كلهم على نفس التوجه وداروا اجتماع تاريخي يسمى باجتماع سيرتا عام 305 اللي خرجوا منه بنتيجة أنه أساقفة قرطاج عيب عليهم وهذه تسمى ردة عن الدين كبير أساقفة قرطاج في ذاك الوقت كان اسمه منسوريوس وهو روماني مش قرطاجي سمع بوجهة نظر رجال الدين في نوميديا وبعث لهم كتاب قال لهم يكفيكم تكريما للشهداء والفتوى بأن الموت على الدين أولى من الردة فهذا انتحار وخلوا إيمانكم في قلوبكم ومنه انقسم الناس في افريقيا الى قسمين، قسم يقول عادي اخفي دينك واظهر الكفر ولا تتهور ولا تلقي بنفسك للتهلكه وهذه بقياده كنيسه قرطاج، وقسم يقول لا الموت والشهاده خير والامبراطور ما يحتمش علينا الوثنيه وكان هذا راي الكنائس النوميديه كلهم بينها كنيسه سيرتا وميلا وكنيسه دوناتوس في نجرين. في نهايه العام 305 الامبراطور الوثني هذا انعزل عن الحكم في روما فسرع ساقفه نوميديا الى الاجتماع مجددا في سيرتا حتى لقوا رجل دين من قسنطينة اسمه سيلفانوس من الجماعة اللي ارتدوا سحتوا رفضوا انه يترقى في الكنيسة ومنسوريوس اللي قلنا عليه كبير الاساقفة تاع قرطاج سمع بلي نوميديين غاضبين عليه وصرح قال في الحقيقة انا كي طلبوا مني باه نعطيهم الانجيل يحرقوه اعطيتهم كتاب تاريخي واحد اخر والانجيل تاعي مازال عندي واتسع الانقسام واتفق اساقفة نوميدي على اخذ التحدي هذا محمل الجد واللي هو اللي ارتدوا تحت تهديد السيف في زمان الامبراطور الوثني ما نحتاجهمش في الكنائس الكنائس الإفريقية نقودها نحن لسمدنا وقت الردة والقيصر ماكسينتوس سمع بهذا الخلاف في الكنائس الإفريقية وبعث المنسوريوس كبير أساقفة إفريقيا وقال له أرواح الرومان وجيب لي تقرير مفصل ومنسوريوس راح له لكنه توفى في روما ومرجعش فاجتمع أساقفة قرطاج لتعيين خليفة واختاروا كاسيليان الروماني. جماعتنا تاع دوناتوس وأساقفة نوميديا قالوا كاسيليان هذا اللي كان من الجماعة اللي ارتدوا، هيا نروحوا لقرطاج ونديروا معاه اجتماع ونفهموه باللي ما يليقش يكون أسقف عام لأكبر كنيسة في أفريقيا وراحوا. وكان امرأة رومانية ثرية وجميلة جدا عايشة في قرطاج من النساء اللي ماتوا أزواجهم. لأنه زوجها كان متدين وقتلوه بسبب تمسكه بدينه واسمها لوسيلا لوسيلا هذه ورغم انها رومانيه الا انها قررت انها تدعم هذه الاساقفه النوميديين بالرغم من انهم كانوا اكثرهم بربر وماهمش رومان وصل دوناتوس واصحابه القرطاج واعطتهم لوسيلا القصر تاعها كمضافه وعرفتهم برجل روماني عنده نفس الفكر تاعهم وهو ماجورينوس اساقفه نوميديا كتبوا عريضه بالاجماع فيها اعتراضهم على اسقفيه كاسيليان روماني المرتد وسلموها للحاكم العسكري في قرطاج وقالوا له هاو ماجورينوس ديروا اسقف وفض علينا المشكل كما لقوش حتى رد فعل ولو داروا كنيسه موازيه سموها كنيسة قرطاج ونصبوا فيها ماجورينوس هذا أسقفا فيها وهذا الشيء رفضوه الرومان ورفضوه القرطاجيون وفجأة أصبحت العاصمة قرطاج بكنيستين الخبر وصل الروما وصل البابا والإمبراطور فكتبوا رسالة إلى دوناتوس وأصحابه وقالوا لهم باسم الدين وباسم الإمبراطور كاسيليان هو أسقف كنيسة قرطاج الوحيدة يزعلنا علينا من الفوضى وهذه المشاكل وشق الصف فكتب دوناتوس رسالة إلى الإمبراطور القسطنطين العظيم يشرح له السبب الحقيقي وقال له نعلم أنك رجل تؤمن بالمسيح ومتدين فما توقفش مع المرتدين والإمبراطور أراد حل النزاع الأفريقي بطريقة عادلة وأمر بمحاكمة من كبار أساقفة أوروبا كلهم للفصل في قضية دوناتوس وكاسيليان أيهما أولى بقيادة الكنيسة في أفريقيا والمحاكمة جرت عام 313 ميلادي فيما يعرف بمجلس روما وكانت بيري البابا في حد ذاته أساقفة من ألمانيا وفرنسا وغيرها وحضر كاسيليان وعشرة من أتباعه ودوناتوس وعشرة من أتباعه ولكن المحاكمة انتهت بتبرئة كاسيليان من الردة واعتمدوه كأسقف شرعي لكنيسة قرطاج وانتهت ايضا باصدار منشور يعمم على جميع كنائس افريقيا بانه لازم عليهم يتبعوا كاسيليان وتم تسميه افكار دوناتوس بالهرطقه وصاحبنا دوناتوس رفض القرارات واعلن بكل جراه بانه يخالف هذه الكنيسه الكاثوليكيه كما مكتوب في مذكرات اوغستين اللي جاء من بعده يقول لقد ابدى دوناتوس خلافات عقائديه مع الكنيسه واصبحت له افكار انفصاليه ويقول اوغستين ايضا لقد كان دوناتوس يرتاب في المسيح اي يرتب في انه اله يعني ويقول الكاتب المسيحي المعاصر ميشيل موسى رفض دوناتوس اعتبار المسيح كاله ورفض الثالوث ورجعوا كلهم الافريقي واصبح كاسيليان اسقفا رسميا لكنيسه قرطاج ودوناتوس اصبح معارضا مدانا ولكنه ما كانش معارضا اندفاعيا بل ذكي وصاحب اطلاع واسع على الانجيل واحكامه فبدا بتدوين ادله شرعيه تثبت بطلان حكم هؤلاء للكنيسه واللي سماهم خوانه وبدأ يحصل من جواسيسه على نسخ سرية من مراسلات كاسيليان وقبل منسوريوس به يثبت تورطهم ويقدر يرفع شكوى ثانية إلى البابا ولا الإمبراطور بالفعل سنة 314 رفع رسالة إلى الإمبراطور شخصيا يخبره فيها بأن المحاكمة الأولى كانت عنصرية وما أعطوهمش فرصة بيقدموا الأدلة ورسائل دوناتوس والإمبراطور متعلقة بهذه القضية طويلة ياسر ما نقدرش نقرأها هنا لكنها موجودة في كتابي هذا اللي أصدرته منذ سنوات وبالمناسبة ما تلقاهاش في حتى مصدر عربي آخر لأني أول من ترجمها من المخطوطات الأصلية يقول إمبراطور القسطنطين العظيم ولأجل تسوية هذا النزاع بدا لي من الصواب أن يحذر وبشكل شخصي إلى روما كل من أسقف قرطاج كاسيليان الذي أصر علي الكثير من المقربون حتى من أعلى المستويات أن أتعامل مع موضوعه بحذر كما يجب أن يحضر معه بعض معارضيه وأمر الإمبراطور بتشكيل محاكمة ثانية ليس في روما بل في كنيسة أخرى في آرل اللي هي حاليا فرنسا لكن دوناتوس أحس قبل الذهاب أن هناك مؤامرة فرسالة الإمبراطور حملت اسم كاسيليان بصفته أسقفا لقرطاج وسمت دوناتوس بالظال وفي هذه المحاكمة كان دوناتوس أول المتحدثين وقال رئيس المحكمة أعطيني الوقت الكافي لأتمكن من طرح كل الأدلة وما تقطعونيش فوعده بذلك وقف دوناتوس الكاسيليان وقال له وعلي سلمت الإنجيل للحرق حين جاء كجنود الإمبراطور الوثني فقال له كاسيليان لا الإنجيل تاعي مازال مخبي في بلاصة أخرى خارج الكنيسة وما سلمتوش قال دوناتوس كذلك قال الذي نصبك ويقصد فيليكس اسقف في سوار وجبد له وثيقه من الجيش الروماني تثبت بانه فيليكس سلم كتابه للجند وقال له هل تسمح لنا بتفتيش المكان اللي راك تدعي انك خبات فيه كتابك المقدس فرفض كاسيليان واحتج بانه الرب وحده هو اللي حاسب على التفاصيل وهكذا استمرت المرافعه ثلاثه ايام وانتهت بانه دوناتوس على ظلال ويدعو للفوضى ويدعو شق صف الكنيسه وأصدر هذا المجلس أيضا مجموعة قرارات لتعمم في أفريقيا أهمها القرارات الأول والثامن والرابعة عشر واللي تتعلق بتعريف الإيمان والعقيدة وتعريف الخيانة وأنا حطيت نسخة منها في الكتاب وتستند لرسالة بولس الثانية الإصحاح 15 اللي يقول مات واحد لكي يحيي الجميع يعني مات المسيح بن مريم لكي يحافظ الآخرون على حياتهم ولو أنه إحنا المسلمين نعرف أنه ما ماتش بل رفعه الله إليه وبعد هذه المحاكمة أمر الإمبراطور بإرجاع دوناتوس ومرافقه إلى قرطاج إلا أنه أمر بالإبقاء على بعض أتباع دوناتوس من البربر اللي شاف فيهم العصبية العمياء والتهديد بالعنف. دوناتوس كرجع لقرطاج اجتمع مع أنصاره وقرر أنه يكمل طريقه في كشف الحقيقة وأنه يثبتها وأنه يفعلها بطرد هؤلاء الخونة من رأس الكنيسة الإفريقية وبحلول سنة 315 اصبح دوناتوس زعيمًا روحيا وأسقفًا منشقًا عن الكنيسه الكاثوليكيه وبادر الامبراطور بشراء السلم معه باطلاق سراح المعتقلين من اتباعه لكن كاسيليان دار عليها هجمات كثيره من التحريض من خلال الخطابات المعاديه ودوناتوس كان رده دائما بانه هذا اقصاء روماني ضد حريه التفكير والاعتقاد وضد العداله ويقول المؤرخ فراند لقد كان دوناتوس اشبه بقائد اسلامي يحمل نفس التفكير والاسلوب الاسلامي ونفس تأثير القادة المسلمين وما سمعناش في تلك الفترة عن رجل اشتهر بالعظيم غير رجلين الإمبراطور القسطنطين العظيم وهذا دوناتوس العظيم وكان قائدا فذا برز في الكتابة والخطابة وقيادة هذا التيار الإصلاحي وكان قادر على السيطرة على أتباعه لدرجة أنه جعلت معارضيه في حزب أوغستين يقولوا إذا كانوا الناس أكرموا المسيح بالثناء عليه وذكره بالخير فإن الدوناتيين يكرمون دوناتوس بقلوبهم ويقول فراند إن دوناتوس جمع في شخصه موهبة النبوة مع سلطة الأسقف وكان أكثر حكمة من النبي دانيال وتصرف كمن له سلطان رئيس الكهنة وهذه الصفات سمحت له به قاعدة قوية جدا من الأنصار من مختلف المستويات أساقفة ورجال دين وفلاحين ولو أن أغلبهم كانوا من البربر ولم يتبعه من الرومان إلى القليل وشكل بذلك حزبا يعتبر الأكثر انفصالية في كل تاريخ الكنيسة منذ المسيح إلى اليوم في أواخر العام 315 أرسل دوناتوس إلى الإمبراطور في روما يدعوه للإنصاف في القضية وكانت رسالته مقنعة جدا لدرجة أن القسطنطين العظيم قرر أنه يسمع له بنفسه ويقعد معه شخصيا وبعد أشهر قليلة وصل دوناتوس وكاسيليان إلى ميلانو واستقبلهم الإمبراطور في القصر بتاعه واستمع لهم طويلا وفي نهاية هذه الجلسة قال الإمبراطور دوناتوس أنت على خطأ وراني نحذرك من مواصلة هذه الأعمال الرامية لتقسيم الكنيسة أنا اليوم سمعتك بنفسي وتأكدت أنك مخطئ انت تثير الشعب على السلطه وما خلاهمش يرجعوا في زوز الافريقي احتجزهم لعده ايام لعل النفوس تهدا قليلا ومن بعد اطلق سراحهم ومع وصول دوناتوس اخذ يجوب القرى ويحرض الاتباع تاعه الذين من هذا اللحظه ابدوا وجه ثوري غير مسبوق واعلنوا التحدي صراحه للكنيسه او للامبراطور فكانت رد فعل الامبراطور انه ارسل جيش الى افريقيا به يخمد هذه الفتنه بقوه السلاح وجاء في رسالته مع الجيش سأحضر إلى إفريقيا بكل قوة وثبات وسأعلن كيف يجب أن يعبد الإله الأعظم سأسحق الأفكار المتطرفة أما الدوناتيون فنحن نعلم أنهم عشاق الشهادة منذ البداية ولا يخيفهم التهديد وأصبحوا يعاتبون الإمبراطور على تحدث باسم الكنيسة وتدخلوا في شؤونها بعدما كان عتابهم فقط على رجال الدين الرومان وهم الآن أصبحوا يشوفوا الكنيسة والإمبراطور كلهم على نفس المنهج اللي يفرض عليهم الكاثوليكية ويفرض عليهم عقيدة معينة وجن جنون الإمبراطور وقرر أنه يضربهم بيد من حديد وفوض قائد عسكري من اهله يدعى اورساسيوس به ضربه عسكريه قاضيه ضد دوناتوس واتباعه وهو ما فعله بالضبط فقد نزل عليهم دون رحمه طردهم من الكنائس وعذبهم واصبحت قوانين الدوله واضحه ضدهم الدوناتيه حركه محظوره وكل اتباعها مدانون باسم الكنيسه وباسم الامبراطور واتباع دوناتوس واجهوا هذه الحمله ضدهم بكل انتظام وانقسموا من جهه الى رجال حجه ودين وتفكير اللي هما القاده ومن جهة أخرى إلى ثائرين ومقاتلين من رجال البربر الشجعان وتم تسمية هؤلاء الثوريين بالدوارين وبحلول 317 ميلادي أصبحت أرضا لنزاع فكري سياسي ديني ما بين دوناتوس والكنيسة الكاثوليكية وفي نفس الوقت أرضى لمواجهة مسلحة بين أتباع دوارين وبين الجيش الروماني وبدأ دوارين بإلقاء الرعب في النبلاء الرومان وينحوا للأثرياء ويمدوا الفقراء ويذكر تاريخ قصة مجموعة من الدوارين حبسوا عربة فخمة بداخلها أحد النبلاء ويجرها عبد من عبيده فأنزلوا السيد وأجلسوا مكان العبد وأمروا النبيل أنه هو اللي يركض مع الخيل يقول بول جونسون بدأت الدوناتية كحركة لرجال الدين وانتهت كحركة للفقراء لهذا كانت حركة لا يفنيها الإضطهاد وبدأت شعبية كاسيليان تضعف وارتفعت أصوات الاحتجاجات في إفريقيا كلها حتى أصبحت ثورة دوناتوس تعبر عن رغبة البربر في إنهاء وجود الإمبراطورية الرومانية على أرضهم كلها في عام 321 أرسل دوناتوس رسالة أخرى إلى الإمبراطور قسطنطين العظيم في روما قالوا فيها لن نعود إلى الكاثوليكية أبدا وإذا أردت لإفريقيا أن تنعم بالسلام أعطينا حقنا في حرية الاعتقاد فاقتنع الامبراطور بضروره الاستفاده من هذه المراسله لاعلان هدنه وخضع لشروط دوناتوس فالغى كل الاحكام الصادره ضد الدوناتيين وامر بحريه الاعتقاد في افريقيا ومن شان يعبد الله في كنائس الكاثوليك فليفعل ومن شان يعبد الله على طريق الدوناتوس فليفعل ورجع الاساقفه الدوناتيين الى كنائسهم فانتشر الفكر الدوناتي بارياحيه في كل شمال افريقيا واستمرت حريتهم الدينيه 16 سنه يعني حتى لغاية 337 ميلاد واللي هو العام اللي مات فيه القسطنطين العظيم وحكم من بعده ابنه قسطنس وكان أثناء ولايته للعهد غير راضي على انقسام الكنيسة في أفريقيا فكتب كتاب بضرورة توحد الصف الديني وارسل أموال هدايا للشعب الأفريقي والكنائس فرد عليه دوناتوس برسالة جاء فيها ليس من الحق أن يجتمع الشهداء والخونة في كنيسة الله في وقت واحد بعد هذه الرسالة بأيام ارتكب دوناتوس خطأ فادح حين كتب للحاكم الروماني في افريقيا غريغوريوس قال له فيها انت اكثر اعضاء مجلس الشيوخ انحطاطا وانت صاحب العار الاكبر من بين كل الحكام المنتدبي. سمع الامبراطور في روما بهذه الرساله وقرر استخدام القوه المفرطه وسالت الدماء في كل مكان لكن سرعان ما جاءت التقارير بان القتلى في الجانب الروماني اكثر من القتلى في البربر فاضطر الى التهدئه الحذره اللي استمرت حتى العام 345 اللي هو العام اللي فيه كاسيليان اسقف كنيسه قرطاج الكاثوليكي وخالفه فيها جارتوس فتجددت اعمال عنف اخرى حتى نفذ صبر الامبراطور فشن عليهم حرب اباديه غير مسبوقه عرفت تاريخيا باسم تومبورا ماكريانا وكانت وسائل تعذيب فيها بالرمي من الجبال الشاهقه والاغراق في الماء والاحراق بالنار وصودرت الممتلكات وتعرضت النساء للاغتصاب خاصه ما تعرض له اهل بغاي في خنشله تعرضوا لاباده تامه وتم اعتقال دوناتوس ونفيه إلى إسبانيا وتم حرق جميع مؤلفاته والخطب تاعه من أشهرها كتاب الروح القدس مطابقة العقيدة لنعرف غير عنوانه من رسائل تلاميذه بلا ما هذا الكتاب وعنده كتابات أخرى في طبيعة الملائكة وفي يوم القيامة كلها مفقودة وفي منفاه لا نعلم عن بقية حياته شيء إلا أن أتباعه لم يعينوا خليفة عنه حتى سمعوا بوفاته سنة 355 ليكون بذلك قد عاش 82 سنه واستمر الفكر الدوناتي عن تلاميذه حتى العام 360 وين مات الامبراطور كونستانس وحكم بعده الامبراطور جوليان اللي كان وثني ويكره رجال الدين الكاثوليك فقرر ضربهم بالاستعانه بالدوناتيين، وذلك من خلال الغاء كل الاوامر الصادره ضد اتباع دوناتوس ومكنهم في الارض وحرر مساجينهم وعاشوا في كنف وراحه غير مسبوقه. اما الاساقفه الكاثوليك فقد اطلقوا على هذا الامبراطور صفه المرتد وحرضوا عليه حراسه حتى قتلوا احدهم وقد سجل التاريخ انه لحظه طعنه قال: لقد غلبتني ايها الجليلي، ها هو لك ملك الارض مع ملك السماء. ويقصد المسيح ابن مريم يعني. ولا وبعد الامبراطور جوليان حكم الامبراطور فالنتاين وما كانش قاسي ياسر على الدوناتيين لكن الكاثوليك بداوا بخطه جديده وهي تقسيم صف اتباع دوناتوس وتفرقتهم بالدسائس والمكائد وضربهم ببعضهم حتى ظهر القديس اوغستين والمولود في نفس العام اللي مات فيه دوناتوس يعني 355 كان اوغستين من ام بربريه واب روماني كان كاثوليكي متعصب فسعى للقضاء على الدوناتيه وهذا الفكر وهذ التلاميذ تاع دوناتوس وناظرهم في قرطاج فغلبوه واصبح يحرض عليهم الحكام فشردوهم من جديد واستمرت الدوناتية في قلوب أتباعها حتى جاء الغزو الوندالي عام 429 وإن كان أوغستين من أولى ضحاياهم اللي ذبحوه في كنيسة عنا وذلك لو كان نحب نديروا مقارنة صغيرة بين دوناتوس وأوغستين نلقوا أن دوناتوس مهمش في التاريخ الجزائري وأوغستين ممجد بالرغم من أن دوناتوس أولى بالتمجيد وبالتعريف به لأنه رفض الثالوث ورفض الاستعمار ورفض سياسة روما في الشمال الافريقي وأوغستين كان كاثوليكي مؤمن بالثالوث مؤازر للرومان متحالف معهم ضد أبناء البلد والجواب هو أنه تمجيد أوغستين والتعريف به على حساب دوناتوس إنما هو موروث من الاستعمار لأنه الفرنسيين يكرهوا دوناتوس ويحب أوغستين وأنا سعيد جدا بكوني الوحيد في الجزائر لألف كتابا كاملا عن دوناتوس بل الوحيد في العالم كله لأنه في المصادر الأخرى تلقاه على شكل فصل أو فقرة أو عنوان ضمن ما يسمى بالهرطقة في تاريخ الكنيسة لكن أنا جمعت سيرة حياته كلها من 280 مصدر من مختلف لغات العالم ونشرتها منذ عدة سنوات في كتاب المسمى دوناتوس الثائر نوميدي الذي أنهى وجود الكاثوليكية في أفريقيا ورابط تحميل وقراءة الكتاب تلقوه تحت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته